بالزينه من الثوره، واحنا عملنا تو وصلنا يمكن درجه 20,000 اضراب، 13,000 اضراب في السنوات الاولى تاع الترويكا، وصلنا تو في حدود تقريبا 6,000 وشويه اضرابات، عندنا مليارات قاعدين نخسروا فيهم الاضرابات هذوما. يبعث اشاره سلبيه انه الوضع نتاعنا هش، ومن شيرة اخرى احنا نقول وين السياحه وين وكذا، ومن شيرة اخرى احنا نعمل في اضرابات. تصور انا في تقديري هالاضراب هذا مش في وقته، ثم يبدو انه اضراب مسيس. اضراب يعني شرعي وقانوني، القطاع الخاص ديما يكون مستجيب للمطالب النقابيه، خاصه انه بعد دستور 2014 الاضراب ولا حق دستوري بالتالي في اطار العمل النقابي، بالرغم انه يتم الاقتطاع من الاجر بالنسبه للمضربين، الا انه الناس منضبطه وواعيه بضروره الدفاع على مصالحها. فما برشا مشاكل في القطاع الخاص، فما برشا استغلال، فما برشا مضاريف في القطاع الخاص ما نجموش يدافعوا على الواحد. مرمى ممكن تنتخبنا حكومه ما تعطينا فيها الثقه نتاعنا الانسانيه واللي تخدم، ما تصيرش اضرابات، خاطر اضرابات ما تنجم كان تطيح البلاد، ما تنجمش تطلعها لفوق. قاعدين يستغلوا قدام القطاع الخاص، قاعدين يستغلوا فيهم. شهريه تعطيك 150، خلي انت واحد كيري ب 150 ولا ما عادش قداش كيري، مينيموم كيري ب 150 باش تقعد بالشهريه. وفي القطاع العام بيوصيك باش تلقى بلاصه، خاطر باش نقول لك مواطن الشغل والحكايات. انا الضربات اللي صارت من الثوره الى يومنا هذا ما اضربت ولا نهار، رغم اللي يعني عامله كيف هذه سببت لي برشا مشاكل مع زملائي، ولكن مصلحه الوطن اقوى بياسر من راي الزملاء فيا، معناها فهمتني. ولكن انا نتساءل بيني بين نفسي، وكل نرى اعلان في التلفزه ولا خبر ولا كذا راهو اضراب في القطاع الفلاني، والله العظيم صدقني كاينو عائلتي باش يضربوا عليا، انا نحس الاحساس هذاك تغيظني. تونس راهي عندهم حق واحد، اما نشوف ان الطلبات اللي كانت هي اللي انا سقف الطلبات كان شويه عالي برشا، مش حاله معناتها تو باش تقرب فيها ولا حاجه، يلزم تراباج اللي فات هذاك اللي قريب اللي تعدي. والله هو راه مش في وقته حكم زاد، حتى كان هم يحبوا يطالبوا ما صرتوا نسيب حكم انا كيفهم، انه معناه ما ينقص لهم شاج، خاطر ما تعرف ساعات تلز تخدم على خاطر رجلها مريض ولا فعندهم كام معناه، دونك لازمهم هما ينقصوا ما تبقى شهريتهم هي على خاطر اذا باش ينقص لهم هما في الشهريه على خاطر نقصوا في السويه، زاد هذيك تكون حاجه سلبيه على المراه، خاطر كما قلت لك تكون مستحقه تلاوك. ديجا الاضرابات ما ينجموش يكونوا معناها حل في الوقت الحالي، في الكونجونكتور اللي احنا فيها، في ديجا السيستم تاع الاضراب ما نفعش برشا في وقت الترويكا، كان تو ما نصوروش باش يكون نافع معناها في الوقت هذاك، نجم نتلاقيو برشا حاجات اخرين يكونوا انفع. انا كنت الاضراب تاع صفاقس خاطر البلاد في كريز، معناها مش لازم معناها الاضراب، خاطر ديما فما كريز وديما العباد معناها فما الشوماج في البلاد. دونك العمال هما معناتها بطبيعتهم هما اللي طالبوا بالزياده في الشهريه، هذيا نمشيو معاهم نحن مع حريه العمل النقابي، ولا ما اذا كان باش تولي موظفه الحكايه هذيا من الاتحاد العام التونسي للشغل، اللي نعرفه في فتره الحكم نتاع الترويكا في 4 سنين كامله معدل الاضرابات اللي قام بها مع برسك 36,000 اضراب، معناتها هو ساهم قسط كبير في الوضع الاقتصادي اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. انا بور الاضراب اللي صار في صفاقس، في معناتها كترا انت معناتها الدنيا غلات وكل شيء وثم زيادات في القطاع العام، علاش ليه ما تمشيش معناتها زيادات في القطاع الخاص؟ الاضراب بتاع اليوم جاء مؤخر برشا، راهو نورمالمون قبل من عام 2012 راهو صار الاضرابات هذيا، علاش؟ القطاع الخاص مش كيما القطاع العمومي، القطاع العمومي يلقى الشهريه نتاعهم مسبوبه، القطاع الخواص مسكين مزمر ياخذ ب 320 دينار، 320 دينار نقسموهم احنا، اذا كان نعطيوها المعلومه هذيا للاورديناتور نقول له 320 دينار عنده 4 صغار وعنده ماء وضو وكراء، اسكو يولي الاورديناتور يضحك على البشر، الخيوط يضحكوا على البشر.